السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نهضر مع الدكتور. انا ود عندي واحد المرض اللي الالم ديالو كثير بزاف 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 بزاف، ولدرجه انني ما كنتش. شنو هو اختيار المرض؟ هو واحد المرض، انا درت لي غاديو، درت لي سكانير، درت لي غام، ولي نورولوج قالوا لي هذا المرض كيتسمى نيفرالجي فاسيال. اوكي، نيفرالجي فاسيال. وي فوالا، وشفت في الانترنت كيقولوا له التهاب العصب الثالث. غير سمعي اختي، نقول لك غتاخذي القرنفل. نعم، غتاخذي القرنفل. هو كيجي من جهه الاسنان، هو ماشي الاسنان هما اللي كيضروني، الاسنان ولوكوتي دغوا كله. ايكوتي سي بحال بحال شكل، وكيعطوني تمشي لي الله يخليك. بغيت باش نقول لك على كل شيء باش تحيط بالموضوع كله. اوكي، نيفرالجي فاسيال، فازي اختي كونتينيو. ما ماشي الضر ديال السنان هو اللي كيضر لي، ما عنده هذا الشيء، ما عنده حتى علاقه بالضر ديال السنان. هادو مساله ديال نورولوجي، ديال لينير لينير تاع الاسنان، وداك الشيء تيطلع لي حتى الراس. وهذا الشكل ديالي بحال الشكل ديال الناس اللي عندهم بيليبسي، ولكن انا ماشي عندي علاقه بالبيليبسي، ولكن الادويه اللي كيخرجوا لي هما بحال الشكل ديال بيليبسي. جوج الادويه، واحد تيقولوا له تيقولوا بيغريتون، واحد نورونتان، وكيعطوني دابا واحد الكميه اللي هي كبيره بزاف، ومالغري سا ما بقاتش تتقضي فيا، وتيجيني واحد الالم بشارج الكتريك اللي ما تقدرش عليهم. واسمعي، بعض المرات ما تقدر لا نتكلم لا نشرب لا ناكل لا خيان ديتو. الوغ ايكوتي سيل بلي، الله يرحم والديك. بارك الله فيك. هاد لا فورمول اللي غنعطيك من بعد 15 جور جاوبينا، سمعتي؟ ولكن ما نقدرش نقطع انا دابا الدواء. لا ما غاتقطعيش الدواء، ما انا دائما تنمنع الناس يقطعوا الدواء. علاش بغيتي تقطعوا الدواء؟ حيت تيهمنا تشافاو. ان يتحامى الدواء شيميك او طبيعي وناتوريل، المهم المصلحه ديال المريض. حيت ما بقاش كيقضي فيا هاد الدواء، مالغري هاد الدواء اللي هو كثير بزاف سميتو. سمعتي، كي بنتي هي حاله خاصه، شي بس ما كاين، جاوبينا من دابا 10 ايام ولا 15 يوم. النيت الناس يعرفوا كل شيء، ونعرف النيت انا، خليني نتبعك، سمعتيني؟ فوالا هادشي اللي بغيت، هادشي اللي بغيت. ان سويفي، الله يرحم والديك. نعم نعم. غتاخذي القرنفل بودر. نعم. دونك كلو دو جيروفل، قرنفل. اها. غتاخذي، هضرنا اليوم على المعدنوس. 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 نعم نعم نعم. شي ورقه ستيلو؟ نعم. بودي لله الوصفه من عند دكتور جمال. نعم. الوغ قال لي القرنفل المعدنوس. قرنفل وقلنا القرنفل والمعدنوس. نعم. هذاك وغيخصك دو لالكول 90 دوغري. داكور. غتاخذي كميه ديال من هذا المعدنوس وكميه ديال القرنفل. اها. مثال بسيط، غتاخذي واحد المعلقه كبيره ديال البودر دو جيروف ولا جيروفليه ياك ديال القرنفل ياك. وغتاخذي السيمونس دو بيرسي اللي هو المعدنوس، زرع المعدنوس، غتردي هادشي، غتردي اون بودر، غتخوي عليه الكول 90 دوغري. اها. منين معلقه معلقه منهم. معلقه معلقه منهم. نعم. غتخمري واحد كيف ما عندناش حنا الوقت للتخمار وداكشي، غديريه سو فورم دو بان ماري. الحمام هذاك، ما هذاك، خلي واحد ربعة ولا خمسة السوايع يبقى يطلق. نعم. هذاك سينو غتسخني الفران وتطفيه وتدخلي هذه الوصفة. نعم. ومن بعد تخرجيها وتصفي هذا الشيء كله اللي كاين هنا اللي هذاك. نعم. وغتاخذي بابونج لا كامومي. اها. غطحنيها وتغربليها وتنيليها. نعم. وداك لو فيلتري اللي فيلتريتي ديال المعدنوس وديال القرنفل غتخوي على لا كامومي. اها. غديريها اونكور سو فورم دو باناري. اها. باش نربحوا التخمار الوقت. ومن بعد غتاخذي شويه ديال هذاك الماء وداك الكول، شويه شلي به فمك. نعم. وشويه دهني لابارتي اللي عندك فيها لا نيفرالجي ولا نيفرالجي فاسيال. فوالا. وديري سيمانه او 10 ايام وجاوبينا، راه وصفه سهله. كل نهار كل نهار. كل الصباح وفي العشيه وليل. نعم. اذا الطريقه سهله.
اذا هذه امتي حالتك خاصه ماذا بنا كيف ما قلتي يا دكتور جمال يكون واحد المتابعه عرفوا الخبيرات في الوصله ونتمنوا ان احنا دائما نكون عند حسن ظن كاع المستمعين ونكونوا كنقضيو هذا المصلحه للجميع. ماذا بنا كل الناس تشافى وماذا بنا كل الناس تلقى العلاج مع حضور دكتور جمال. شكرا. نعم ديال فرنسا زيدك واحد اما دي كومبريمي ولا هذاك ديال بروبولي البروبوليس. الاخت اللي في فرنسا لا تسمع مثال بسيط واحد اربع معلقه صغيره ديال البروبولي قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس زيدها لنا. واخا نمشيو للغيتام. الغيتام من الدار البيضاء تقول عندها الابن ديالها في عمره 16 سنه اكتشفت مؤخرا انه كيدخن وعصبي لدرجه ما كتصور شيء فبغات شي وصفه تقدر تهدر له الاعصاب ديالو. الوصفه اللي تهدر الاعصاب هضرنا عليها قبل ومثال بسيط هضرنا اليوم غير المعدنوس، المعدنوس فعال. هضرنا على اليزير، اليزير فعال. الو سمعوا الوصفه الواعره. الهندبه بريه اللي كنا قبل اش قلنا فيها؟ لو لاتكس اي ان انتي سباسموديك ضد تشنجات داخليه. سيداتيف ضد لا دولور ضد صداع. هيبنوتيك مخدر. سي فيرتيو تخرج نخيمه اكسبكتورون. قبل سي فيرتيو ايت اوتخ فوا تري ابريسيي سيشي سو لو نون دو لاكتاريوم او ليوتيليزي ميم بور رومبلاسي لوبيوم دون لي كور ديزانتوكسيكاسيون كونسيكوتيف ا لوزاج سيت دروغ. علاش؟ باسكو كي نبوسيد با توكسيسيتي ني ديفي داكوتيمونس. اذا هاد الهندبه بريه ما فيها لا سميه ولا ولف مهدئ الاعصاب لواحد الدرجه كبيره تخرج النخيمه اللي كاينه في الصدر تحيد التشنجات الداخليه ديال المعده والوالده والتشنجات كامله اللي كاينه في الذات ضد الصداع كله بوحدها فيها الكفايه تهدر لها ولدها. عندنا قلنا لاميليس لاميليس هاد الهندبه دكتور جمال مطبوخه يشربها الدري صباح بالليل اما مطبوخه. نعطيكم مثال بسيط الا خديتوها وقطعتوها بحال القزور مع الدنوس وشديتوها ودرتوها في غراف او في طنجره وخويتوا عليها الماء خليوها حتى الغد جي وصفي وداك الماء داك الماء دير جيبوا العافيه بالمهل ديروا على نار هادئه حتى تبخر الماء كله اش يبقى لي اش غتلقاو تماك غتلقاو واحد البودره كحله فين هي عفيون في حد ذاته هذاك اللي غير دار وما فيهش الولف مهدئ الاعصاب بواحد درجه كبيره. عندنا هذه نحيدوا هذه. عندنا لاميليس الحبق الترنج او نعناع الصوفي نصوف الاختصاص. هذا الاختصاص يكون هاد الاعراض اللي غنقول دابا تتكون غالبا عند العيالات اللي هو شنو هي الشقيقه طاني الاذن الاذن تيصفروا خفق القلب القلب تاكي كاردي لاستيني لاستيني هي لافاتيك جينيرال ديال الاحياء العياء التام ياك الو واختصاص اختصاص الارق وقله النوم والانهيار العصبي هذه لاميليس بوحدها تهدن هاد الدري شي بس ما كاينش تعطيه بابونج 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 ممتاز مهدئ الورق ديال الزنبوع او الرانش هي البيغا راديا اللي هو لورونجا مير ورق الزنبوع الزنبوع او الرانش راهما صالحين مهدئ للاعصاب. عندنا باللعمان خطير فعال الور صالح بيبي اونفون ادولت فيير الور تعطيه باللعمان اما باللعمان نستعملوا غير الورقه الحمراء او ديك لا كابسوله والاغصان والجذور داكشي كلهم عندنا ما نديروا بهم الور لا غلات شويه ديال باللعمان. انا تيجيو عندي كاع الناس فمهم زرق ويدهم زرقين ومشكرفين ومعصبين واحد درجه كبيره بالعصب تنطبخ شويه ديال باللعمان في كاسرونه في كاس ونص الماء تنصفي تنجيب لهم الكاس يشربوه تنرد الكاس لا كيجي نحليو بشويه ديال العسل ولا نخليوها كاكا باش ما بغينا بالعسل بهذا تنحط الكاس ترجع تلقى اما السيد ولا السيده ناعس او طلقات ديتوندر. اذا باللعمان الوريقات ديالو فقط ماشي السيقان لا ماشي السيقان اما لا كابسول الفوقانيه ولا الوراق. دونك عندنا بزاف اختي عندنا لو بين ميل بيرسوي قلنا المرد الدوش عندنا بزاف د الحوايج اللي البازيليك الحبق لافيرفين سميتها لافيرفين لويزا لويزا الو بزاف د الحوايج اللي تيهدنوا هادشي اللي ذكرت اللي عطاتو لولدها هدناتو.